أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد في رحاب فلسطين البطلة، فلسطين التي لا تقبل أن تخضع للمحتل، فلسطين التي خرجت الأجيال شعراء وشهداء. من هناك معنا عبر سكايب الشاعر الدكتور خليل قطناني من نابلس مباشرة عبر سكايب. حياك الله يا دكتور، وأهلا وسهلا بك، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. حياكم الله، وأنا سعيد جدا بهذه الاستضافة، وإن شاء الله نلتقي في القدس معا بإذن الله، وما ذلك على الله ببعيد ولا عزيز. دكتور خليل، بداية حبذا لو تبين لنا جانبا من السيرة الذاتية الشخصية، وأكثر ما تود أن يعرفه الجمهور عنك، عراقيا كان أو عربيا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكراً للتلفزيون وقناة الرافدين على هذه الاستضافة الجميلة، وشكراً لمقدم البرنامج وللقائمين على هذا العمل الرائع. شكراً. أنا دائماً نفسي على أنني مسلم عربي فلسطيني، أسكن في مخيم عسكر للاجئين الفلسطينيين شرقي نابلس، وبقرب من مقبرة الشهداء العراقيين الذين استشهدوا عام 1948. يا الله. والله، وأنا أزورهم بين الفترة والأخرى، وقد سجلت عدة حلقات حول هذه المقبرة والشهداء الموجودين هناك. نعم. أحمل الدكتوراه والبلاغة في النقد، وأدرس وأنا أستاذ مساعد في كلية العلوم والدراسات الإسلامية في قلقيلية، صدر لديوان أجنحة في الريح والصوف والعذراء، وكتابان في النقد عن تجربة درويش الشعرية اللي هي القصيدة الرعوية وشعرية المكان، وعشرات الأبحاث المحكمة في المجلات والدولية، ولكنني رغم ذلك أكره الغدر. جميل، جميل جدا يا دكتور. دكتور خليل، حبذا لو نتحدث الآن بشيء فيه من المشاكسة، ما فيه يعني ما بين الشاعر والناقد، أيهما الأقدر على اجتذابك بحسب تجربتك الشعرية الشخصية، وكذلك بحسب تجربتكم في المجال النقدي؟ تفضل، أيهما الأقدر على اجتذابك إلى مربعه، الشعر أم النقد؟ طبعا أشكرك على هذا السؤال يا أستاذ مصطفى، لكن في البدء أجد صعوبة حقيقة أن أطلق على نفسي أي من المصطلحين أو اللقبين، ليس تواضعا ولا مجاملة. أنا حقيقة أحاول، ويمكن أن أسمي ذلك الاكتمال الناقص، سواء في الشعر أو في النقد أو حتى في الحياة. يا أخي، لكل وقته ولكل فرضياته ودواعيه وبواعثه. ابتعدت عن الشعر فترة التدريس الأكاديمي واقتربت من النقد، فزادني النقد شغفا بالشعر. الله. لذلك عندما أنا أريد أن أتأمل، أريد أن أنفس عن نفسي، أريد أن أتفاعل مع الحياة والثقافة والإنسان والخير والكون، أجد نفسي في الشعر. ولكن عندما أريد أن أدرس ثقافة، أن أزيد المشهد الثقافي حيوية وضياء، نعم، إننا أتوجه إلى النقد فعلا. لكننا الآن نريد منك أن تتوجه بنا إلى أولى القصائد التي تود أن تلقيها على مسامعنا وجمهورنا في هذه الحلقة المتميزة حقا بإطلالتك معنا في بيت القصيد، إلى أولى القصائد وبواكير النصوص. ماذا ستقرأ علينا دكتور؟ تفضل، لك المنصة والمنبر دائما وأبدا. الله يسعدك. والله ماني عارف، أنا في عندي طبعا ذكرى يوم الأرض الآن في فلسطين بها ونعمت. تفضل اقرأ ما تحب. وفي عندي قصيدة بعنوان صياد بغداد، ما يعني أنا أجد نفسي مشتتا وموزعا. ابدأ بالتي تحب، سنستمع إلى كل ما بجعبتك من قصائد في هذه الحلقة. تفضل واقرأ ما تحب. طيب، القصيدة بعنوان صياد بغداد. إلى صياد بغداد إذن. نعم. قف بالعراق وسائلا بغدادها، هل غيبت أيدي الردى صيادها؟ آكامها للمكرمات نعينه كالثاكلات وقد نعت أولادها، والمجد فيها دامع كفراتها،
في دجلة الأحزان مد سوادها. ما للطرائد ما للطرائد قد كثرنا بساحها واستعذبت من بعده إفسادها. ما عاد يقنصها أخو غزواتها من بعد أن كسر الرمي عنادها. هذه المنايا هذه المنايا كنا من أجناده، ما بالهن صرعن من قد قادها. الله. بعض العراق بعض العراق ثوى ببعض، إنما جسد العراق ثوى فضم فؤادها. بعض العراق مجددا، بعض العراق ثوى ببعض، إنما جسد العراق ثوى فضم فؤادها. الله. لله لله أي شهادة قد نلتها، أديت فيها حقها وجهادها، ورثتنا جرحين حسرة فاقد ومشاهدا سطرت فيك خلودها. في لحظة قدمت ألف كرامة عددت منها ما بلغت عدادها. حرمت طلتهم وأحللت الدماء وحرمتهم طيب المنى ورقادها. جيشا زحفت جيشا زحفت فكنت سيفا ماجدا وسيوفنا ملت بنا أغمادها. حرمت طلتهم مجددا، حرمت طلتهم وأحللت الدماء وحرمتهم طيب المنى ورقادها. يا الله. جيشا زحفت فكنت سيفا ماجدا وسيوفنا ملت بنا أغمادها. يا والله. يا من مزجت مع العبادة رمية أتعبت بعدك يا أخي عبادها. ونشدت إذ ترمي شهادة عاشق فكسرت قافيتي وعبت مدادها. علمتنا حلو الصفات ومرها وأخذت منها عقدها وشدادها. الله الله. فافخر بموتك فافخر بموتك إذ ولدت مجاهدا، وانشر بموتك ما طوى آمادها. واهنأ بصيد يا عراق واهنأ بصيد يا عراق فقد أتوا كي يخلفوا طول المدى صيادها. كي يخلفوا طول المدى صيادها كي يخلفوا طول المدى صيادها. وأنعم بك ممن يخلف هذا الصياد بالكلمة الجريئة بالثبات على المنهج والمبدأ بمقارعة المحتل حتى آخر قطرة من دم وحبر. دكتور لافضة فوك ومتواصلون معك شعرا، ولكن دعني أجتذبك إلى النقد قليلا الآن. يعرف عن الشعراء أن لهم طقوسا ترافق الكتابة وأحيانا تسبقها. السؤال هنا، هل للنقد طقوس تسبقه أو تصحبه أثناء كتابتك دراسة نقدية مثلا؟ يا دكتور يا أستاذ مصطفى، بصراحة لم أتخيل أن أتعرض إلى هذا السؤال ولم أفكر فيه مسبقا. أتعرف ذلك؟ لماذا؟ رغم أنني أمارس العملية النقدية وأكتب يعني الشعر، ولكنني لم أتخيل. نعم. لا أدري، وقد فاجأتني بهذا السؤال. على أي حال، بالضبط أو بالضبط عندما تقول للشعر طقوس للشعر طقوسه، فعلا الشاعر يحتاج إلى طقوس للكتابة، سواء كانت هذه طقوس جسمانية ذهنية نفسية تأملية وحتى بيئية. وحتى بيئية، يعني معروف مثلا كتب عن محمود درويش، كتب عن طقوس طقوس الكتابة عنده في الصباح بعد قراءة القرآن، بعد شرب القهوة، في الحديقة. نعم. في الخريف مثلا، هناك أناس لا يعرفون الكتابة إلا في الحزن. أنا أذكر أن بعض الشعراء هنا الفلسطينيين كتبوا أجمل قصائدهم في الزنازين. أحسنت. وهربوها وهربوها مثل النطف المهربة. لكن فاجأتني بالسؤال عندما قلت هل للنقد طقوس. بصراحة أنا أجتهد لأقول الذي يمكن أن أقوله في هذا المجال هي قضية الانفعال والتأثر، بحيث أنه النص الأدبي موجود عندي، لكنني عندما أقرأه أتأمله. نعم. أتأثر فيه، ينبش الإحساس الفني عندي والذائقة الفنية
أبدأ بالكتابة. جميل جدا. هذا هو. جميل. لكن دكتور خليل باعتقادكم وإلى أي مدى ترى بأن هناك تجارب نقدية حقيقية على مستوى عالمنا العربي؟ ألا تتفق مع من يرى أن أغلبها ما هي إلا ردود فعل لا أكثر وليست مشاريع منظمة؟ هل هذا صحيح أم أن فيه من التجني ما فيه؟ لك حرية أن تقول ما تشاء. أشكرك. هذا يحتاج طبعا إلى مسح شمولي وإلى دراسة تنظيرية كبيرة وعلى مدى بعيد. نعم. ولكن في المجمل أقول بداية النقد كانت في مصر، تعرف المدارس الأدبية والنقدية من مدرسة صحيح. الديوان وأبولو إلى غير ذلك، ثم انتقلت إلى قضية لبنان في المهجر إلى نعم كما تعرف، وعندنا التجربة المغاربية والتجربة المغاربية التي تقريبا استولت على الساحة النقدية بما يجاورونه ويترجمونه من النظريات النقدية الحديثة والحداثية في فرنسا وفي الغرب. نعم. بالمجمل أقول يمكن أن نبلور رأيا حول هذا الموضوع، بحيث نقول إنها تجربة تستحق الدراسة. أحسن. وتجربة تستحق النقد، بمعنى أين نجحنا وأين أخفقنا؟ هل كنا ننطلق في نقدنا من جذورنا نحن، بحيث أننا نطبق النظريات النقدية التي تتواءم مع أدبنا، تتواءم مع ثقافتنا وقيمنا، أم أننا قمنا بعملية اجترار أو لنقل أخذ كامل لهذه النظريات الغربية وطبقناها على الأدب، وبالتالي صحيح. فقد شغفه ووهجه، هذا هو المقصود. لكن ثم التجارب نقدية بالضبط، ثم التجارب نقدية. أنا أذكر مثلا تجربة محمد مفتاح ومحمد بنيس في المغرب. نعم. ثم التجارب نقدية في الأردن، وإن كانت لم تبدح في التأصيل، أقصد يعني اجتراح نظرية نقدية جديدة توازي الكم الهائل من النظريات الوافدة. جميل جدا. طيب دكتور، وبعيدا عن المواربة، قريبا من الحل، ولكن دعنا لا نتطرق إلى أسماء، وأنت أكثر حرصا مني على ذلك أنا واثق. أحيانا يقول المجتمع الشعري هذا الذي يكتب الشعر لا علاقة له بالشعر، هل نفس الحكم أو نفس النظرة ممكن أن تنطبق على بعض من يظنون أنهم يقولون فيما يقولونه نقدا؟ نعم، أنا أتوافق معك. أتوافق. نعم. عندنا نرجسية اسمها نرجسية الشاعر إن جاز التعبير. صحيح. وهناك نرجسية الناقد. يعني كثير من الشعراء عندهم نرجسية في الشعر، يقولون أنا لا أسمح لأحد أن يقترب من نصي، أنا فوق النقد. وسمعتها من كثيرين. هذا مرفوض جملة وتفصيلا من أغلب المشتغلين بالأدب والواقفين على ثغر الكلمة والصادقين بانتمائهم لما يكتبون، لأن صاحب القضية وصاحب الرسالة سواء كانت في الكلمة بغض النظر، يعني سواء كانت شعرا أو غير ذلك، يسعى دائما إلى تطوير نفسه. لكن ربما هذا يقودني إلى سؤال مختلف دكتور، ألا ترى أن هناك هوة لابد من جسرها، ولا تزال هذه الهوة تتسع بين الناقد والشاعر لا سيما عند أهل العربية؟ ألا يمكن طيب. أن تكون المشكلة هنا في هذه النقطة بالذات؟ صحيح. بالإجماع ثمة هوة وتزداد بين الشعر وبين الناقد، أو لأقول بين الشاعر وبين الناقد. أحسنت. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه يا أستاذ مصطفى، تفضل دكتور، ما هي عناصر العلاقة بين الشاعر والناقد؟ هل هي علاقة احتياج أم علاقة عداء؟ هذا هو السؤال الحقيقي. نعم. وإذا كانت علاقة الاحتياج، فمن الذي يحتاج الآخر؟ وإذا كانت علاقة عداء، وأنا في بعض مناطقها أنا أظن أنها علاقة عداء، ما سبب هذا العداء؟ يعني إذا رجعنا إلى التاريخ قليلا نجد المتنبي لم يسلم من النقد. نعم. بسبب العداء وليس بسبب أنه يريد تطوير الشعر أو إضافة نوعية للنقد. نعم. تلك الجلسات التي كانت تتم رفقة سيف الدولة، قرعوي وأبو فراس وغيرهما، أليس كذلك؟ بالزبط.
لكن صحيح. دكتور، ألا يمكن أن نبحث عن منطقة وسط ما بين الاحتياج وما بين العداء، ونجد أن هناك مربعا من الممكن أن يكتمل به الشاعر والناقد معا، الفنية والحيادية التكامل، فنية حيادية موضوعية، بحيث يحتاج الشاعر إلى تلك الفنيات والذوقيات والنقد البناء للشاعر، وكذلك الناقد يحتاج إلى فنيات الشاعر حتى يستخلص منها النظرية النقدية. وأنت تعلم أن النص أسبق من النقد، وولادة الشعر أسبق من ولادة الناقد. وعليه أنا أحتاج النص الأدبي لأطبق عليه وأمارس عليه التجارب النقدية، ليس العكس. أحسنت يا دكتور، كلامك يسلب العقول. أكمل يا دكتور. يمكن أن نقول أنه المربع الذي قلت عنه، مربع التكامل الفنية والتلاقي، مربع الفنية ومربع التأثر بين، لماذا؟ لأن النص، لأن الشاعر الناقد أقصد يبدع النص مرة أخرى إذا توافرت له علامات النقد. أحسنت. نعم. كما أنك تسلب العقول، أراك تسرق الوقت بالمعنى الإيجابي لهذا الطرح دكتور. لا نريد للإجابات وحماسيتها أن تأخذنا عن الأرض التي تحب، إلى قصيدتك عن الأرض عنوانها وابدأ بها وأمتعنا. كلنا شوق حتى نستمع إلى هذه القصيدة المجبولة بطين فلسطين التي لا يمكن أن تهود يوما. إلى الشعر من جديد. أشكرك. تفضل. عشتار تولد من جديد، عشتار تولد من جديد، وربيعها قمح يلوح في حناياها سعيد، وبظلها يجري السرور معانقا روح الخلائق كلها. أماه إني عائد في ريش قبرة على إيقاعها يحلو النشيد، مع كل أنة زنبقة، الله، أو قصة للسهل، أو زغرودة أدت طقوس زفافها الوردي سرا عند أهداب الشهيد. يا الله. أماه ثار الأوفياء فأرضعينا ثورة، نسقي الروابي من تعابير الفداء، ولن نكون حتى يكون العز مزهو البنود، ولتأتي وجه الزمان على جراح المرحلة. إنا على شوق لهاتيك الحدود، إنا لنعشق فيك مصرانا، الله، وقفتنا وأنفسنا وأنغام القصيد. إنا على شوق لهاتيك الحدود، إنا على شوق لأنفسنا ومصرانا، لهاتيك الحدود، إنا لنعشق فيك مصرانا، وقبتنا وأنفسنا وأنغام القصيد. الله الله عليك. إنا لنحفر ذاتنا في صخرك الفتان يا أم الكرامة، أم تموز الجديد، الله، ندق جرح الكبرياء، وندق جرح الكبرياء بعيدك الجبار يا معنى الوجود، يا معنى الوجود. وأنعم بهذا الانتماء من معنى. دكتور خليل قطناني، ضيفنا من نابلس جبل النار في فلسطين التي لا تقبل الانقسام إلا على أهلها، وترفض مشاريع الانقسام والاحتكام إلى الأجنبي أو الغريب، أو أن يكون أبناؤها للأسف مرتبطين بأحبال سرية تتجاوز قرارهم الوطني الواحد. بالعودة إلى النقد دكتور، وبعد هذه القصيدة الوطنية التي شنفت بها أرواحنا لا أسماعنا فقط، بالعودة إلى الحديث عن النقد، حبذا لو تحدثنا عن الأسباب باعتقادك التي تجعل العلاقة بين الناقد والشاعر مشوبة بشيء من الحساسية. طيب، أريد أن أذكر في هذا الخصوص وفي هذا النطاق كلمة دائما أرددها أنا، وأعتقد أنها يمكن أن تكون منوالا يسير عليه النقاد. تفضل. يقول أحدهم: إذا لزم النقد فلا يكن الباعث عليه الحقد، الله، وليكن موجها إلى الآراء بالتمحيص
لا إلى الأشخاص بالتنقيص. أنا أعتقد أنه هذه المنهجية، لو سمحت يا دكتور، لو سمحت اسمح لي أن أتجاوز وأن أقاطعك وأن أطلب منك إعادة ما تفضلت به. نعم، اليوم كم ذلك؟ تفضل. هي لأحد النقاد الكبار، نعم، وأظنه مصريا، يقول: إلى إذا لزم النقد فلا يكن الباعث عليه الحقد، وليكن موجها إلى الآراء بالتمحيص لا إلى الأشخاص بالتنقيص. الله، هذه هي القضية. وأنا أقول: ليس كل قارئ ناقدا. أحسنت. وليس كل قراءة تعد نقدا. نعم. النقد يا أستاذ مصطفى، وأنت لك تجربة جميلة مع قناة الرافدين ومع أشرف الحسيني، الاستعداد الفطري. أحسنت. والحساسية الفنية، الذوق، المنهج، الأدوات والإجراءات، هي زاد الناقد، هي زاد الناقد. فإذا افتقد هذه الأمور فبالتالي لا يمكن أن يبدع النص مرة ثانية. بالعكس، أحسنت. هو يشوه هذه العملية، نعم، الإبداعية. أحسنت يا دكتور. وعلى سيرة الصديق الأديب الإعلامي الفلسطيني الأستاذ أشرف الحسيني، من هنا بالنيابة عنك وبالأصالة عن نفسي نطير التحايا العذبة له ولكل أهلنا هناك في الضفة الصامدة. دعنا نذهب إلى موضوع أكثر عمقا إن تسمح لي دكتور خليل. يعني على صفحتكم ورد سؤال عن الشعر ووظائفه ودوره، باعتقادك هل لا يزال الشعر يحافظ على دوره ومكانته، أم أن هذا الزمان ليس زمان الشعر؟ حدثنا عن سر ولغز هذا المنشور الذي ورد على صفحتك في فيسبوك، تفضل. يعني الشعر لم يعد له ذلك التأثير يا أستاذ مصطفى، لم يغير في الواقع، لم يقف أمام الظلم والفساد، الشعراء تتبدل مواقفهم تبعا لمواقعهم، وتعرف نظرية الموقف والموقع، هذه النظرية الإشكالية، أنه إذا كان موقف معين ثم أصبح في موقع آخر يمكن أن يبدل ذلك الموقف. نعم. ماذا يعني الإعلام أو المكنة الإعلامية، نعم، هي التي الآن تصنع الرأي العام. كثيرون يؤيدونك بهذا، نعم، حذلقت أو طفرت الرواية، نعم، أو فضاء أعجبني، صحيح، أو حتى الحزب والسياسة، أو سميته أنا كما سماه مريد البرغوثي للصنم الحزبي أو الصنم السياسي، أنا بها من تسمية منطقية، صحيح، بالضبط. يعني فقد الشعر هذه الأمور كلها بسبب وجود هذه المكنة الإعلامية والتصنم الحزبي والسياسي والديني أيضا الذي يبرر لكل شيء. طفرة الرواية يا أخي مصطفى، نعم، الآن نشرت في قبل سنوات مجلة فصول عنوان زمن الرواية، فردت عليها مجلة شعر هذا زمن الشعر، وبدأت هناك المنافسات والمناكفات بين زمن الرواية وزمن الشعر. هل الشاعر حقيقة يؤدي الآن دوره؟ أنا أشك في ذلك. كم من الشعراء الآن تحملوا وزر قصائدهم؟ قليل. معظم، كما أنت أشرت أيضا إلى بعض القضية، وهي هذا الكم الهائل من الشعراء والشعر الذي لم يستطع أن يغير واقع الأمة، صحيح، ثقافيا، على الأقل ثقافيا وقيميا، عدا عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية، نعم، والسياسية. فبصراحة كنت أنا عندما كتبت هذا المنشور كنت محبطا تماما مما أراه من هذه الكثرة الشعرية في مقابل عدم الجدوى وقلة التأثير. أحسنت يا دكتور. سنأتي أيضا على بعض القضايا التي أثرتها في بعض من منشوراتك. الحديث معك، قلت لك، يسرق الوقت منا كونه حديثا شائقا. سنخرج الآن دكتور خليل قطناني ضيفنا من نابلس في الضفة المحتلة بفلسطين، سنخرج إلى فاصل قصير، بعده نواصل. مشاهدينا الكرام، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. أشكرك. We'll be right back.
نجدد الترحاب بكم السادة المشاهدين الكرام، وهذه الحلقة من بيت القصيد. معنا من فلسطين المحتلة تحديدا من نابلس في الضفة الدكتور الشاعر خليل قطناني. يا مربحا ويا مرحبا بك مجددا دكتور خليل. دعنا وقبل أن نذهب مجددا إلى الناقد نعود إلى الشاعر والقصيدة الجديدة التي تود أن تلقيها على مسامع جمهورك العربي ومحبيك في العراق وفي كل مكان. إلى القصيدة. طيب، هي القصيدة يعني نوع من المحاورة أو مخاصمة بين الشاعر وأنثاه، هكذا سميته. تفضل. لا تحزن قالت أرجوك فخار يكسر فخارا. ما دخلك؟ ما دخلك؟ آسفة لم أقصد إن أشعل أوباما النار. ما شأنك إن داعش هزمت أو أسقط شعب بشارة؟ ما شأنك حفتر والسيسي والكل يؤدي الأدوار؟ ما تفعل إن هدموا الأقصى أو سلبوا منا الأغوار؟ هل ينعم غيرك بالدولار وتحصد أنت الأصفار؟ أوليس الله مقدرها؟ هل تمنع أنت الأقدار؟ ما دخلك أنت بجارتنا إن لبست شيئا وخمارا وترش الشانيل عشاء وتغني فيروز نهارا؟ يا سيد روحي، يا سيد روحي افهمني، يا أحلى من نظم الأشعار، سافر في عيني تقبرني واكتب في حب الأسفار. أنا طوع يمينك، قلبني واسأل إن شئت الآثار. أوجعت فؤادي ونهاري والليل تحول أخبارا. أم عندي بالدنيا سكتت لم أبد الأعذار. أقول لها عفوا يا حرة يا امرأة أعشقها كالحزن مرارا. عفوا يا حرة يا امرأة أعشقها مجددا. عفوا يا حرة يا امرأة أعشقها كالحزن مرارا. مهلا يا سيدتي إني لا أملك فلكا دوارا، لا أعرف أخطاء زليخة أو أحمل أفكار جفارا، بل أحمل قلبا ورديا ينداح صخورا أقمارا، وأضم بقلبي أفئدة عربا أتراكا وتتارا، وأقبل رجل والدتي فأضاعف عمري أعمارا. وبحارتنا، وبحارتنا يا عمري طفل حاف سأطأطئ إكبارا، وأحن كثيرا لبلادي، وأحن كثيرا لبلادي، واسأل إن شئت الأحجار، إن شئت الأحجار. وسأبقى أيضا جنديا في شيء في جيش الأشعار، وسأبقى أيضا جنديا في جيش الشعراء نزارا. أرجوك حياتي ها أنا ذا، فانسحبي أو فيضي أنوارا، فانسحبي أو فيضي أنوارا. من المؤكد أن كل محبيك سيفيضون أنوارا بعد هذا الإلقاء العذب والفكرة اللطيفة والخفيفة في النفس والوجدان. مجددا إلى الحديث عن النقد دكتور خليل قطناني ضيفنا من نابلس في فلسطين المحتلة، يعني ما الذي يحتاجه مشروع النقد العربي حتى تتحقق أهدافه تماما كما ينبغي أن يكون؟ نعم، أول شيء أنا أقول المعول عليه الأساس هم الشعراء، هم الشعراء أنفسهم. نعم، لابد أن يكونوا أصحاب قلم وأن يأيعوا معركة الكلمة، فالكلمة حضارة، الكلمة وعي، الكلمة لها تأثير، وفي البدء كانت الكلمة، هذا أولا. نعم. ثانيا لابد من المشروع الثقافي العام في الدولة أو في القطر أو في عند العرب. نعم. لابد أن نؤسس مشروعا ثقافيا يحمل قيمنا وجذورنا وثقافتنا، يحمل مستقبلنا وهويتنا، لا أن نكون عالة على الآخرين أو أن نكون في جيب الآخرين. نعم. كما أحدهم يقول إذا كنت في جيب شخص فإنك تدور حيثما يدور،
ونحن صحيح. لا نريد هذه. ثالثا، وأنا غير متفائل في قضية تغيير الواقع السياسي، ولكن أنا أقول على الأقل الأحزاب التي تدعي مصلحة الوطن والتي تقول الوطن أولا أو القدس أولا أو المستقبل لنا أو إلى غير ذلك، عليها أن تساهم أو تسهم في هذا المشروع الثقافي والمشروع الشعري. نعم. رابعا، اللي هو قضية الحرية، وهنا هي التي يجب أن تكون في الأساس، الحرية، لأن الإبداع يكمن في الحرية، الاستبداد يقتل الإبداع. نعم. ويقتل الشعراء ويقتل المثقفين بهذه الطريقة. أحسنت يا دكتور. الآن إلى الشعر العربي دكتور، وحتى يطور ذاته باعتقادك، ما الذي ينقصه؟ ما الذي يجب أن يحضر في شخصه، في منطقه، في نطقه، في معاملاته، في تقبله للنقد وغير ذلك من الأدوات التي يمكن لو اشتغل عليها الشاعر أن يتطور ويصل إلى ما ينشده؟ ما المطلوب من الشاعر؟ ما المطلوب من الشاعر؟ لو أردنا أن أقرب المسألة قريبا، تفضل. لو أراد أن يدرس إنسان أو يحصل على وظيفة في العلاقات الدولية، ماذا يفعل؟ يدرس التخصص، ويدرس اللغات، ويدرس الإتيكيت، ويدرس 100 دورة في التواصل والاتصال وبناء الذات والملامح وحركة العيون إلى غير ذلك. طب الشعر صناعة يا أخي. صحيح. ليس فقط ملكة وفطرة وإحساس فقط، الشعر صناعة كما سماه أبو الهلال العسكري، فن الصناعتين. الشعر أيضا صناعة. نعم، أنا أمتلك وأنت يا أستاذ مصطفى تمتلك الملكة أو الفطرة الشعرية. أشكرك. ولكن هذا لا يكفي. صحيح. هذا لا يكفي، لابد أن تقرأ، لابد أن نقرأ الإرث الشعري. نعم. سواء عندنا ونضيف عليه بصمتنا بما يتواءم مع ثقافتنا وحاضرنا لصنع مستقبلنا، ويجب أن نطلع على ثقافة الآخرين. نحن غير منغلقين، الذي يظن أن الشاعر العربي منغلق، لا، ليس منغلقا، بل عكس، يجب أن يكون منفتحا على ثقافة الآخرين وعلى أشعار الآخرين. طبعا هذا النصح مفتوح أمام الشعراء يا دكتور، هذا النصح مفتوح أمام الشعراء بغض النظر سواء كانوا يحبون الشاعر الفلاني أو لا يحبونه، فعليهم أن يقرأوا له من باب التزود بغض النظر عن مزاجهم القرائي ولمن يميلون من الشعراء، أليس كذلك؟ نعم صحيح، ولكن أنا أوجه الكلام للشاعر أولا. نعم. الشاعر لا يكفي أن يقول ذلك وزنا وقافية ويسمي ذلك شعرا. صحيح. يعني أنا أقرأ يعني في تجربة المتنبي كم كان يحفظ من الشعر. أبو نواس عندما ذهب إلى أستاذه ماذا قاله؟ قال له اذهب فاحفظ 16,000 أرجوزة، فحفظها ثم عاد إليه فسمعها، قال له روح اذهب فانسها، ومن ثم بعدها سمح له بنظم الشعر. المتنبي كان يقرأ كل الإرث الشعري قبله. طب أنا الآن ماذا أضفت لهذا المشهد الشعري العربي أو لنقل الفلسطيني أو القطري في الأدب أو في الشعر؟ هنا التحدي الكبير. نعم بالضبط. يعني أنا لا أقف عند ملكتي وعند ثقافتي فقط. تمت محاورة بيننا سابقا يا أستاذ مصطفى. نعم. وقلنا بعض هذه الأمور، أنه لابد أن نقرأ وحتى نستعيد قراءتنا السابقة. أما تقول لي والله أنا لي جمهوري وجمهور أعجبني وهم راضون بما أقول، أكيد هذا لا يكفي. هذا لا يكفي. هذا يجعل الشعر يتكلس في موضعه ولا يتحرك إلى الأمام خطوة، ويظل جمهوره منغلقا على مجموعة أو فئة مهما كانت واسعة، تظل ضيقة مقارنة بمجموعات أخرى ينبغي أن ينفتح الشعر عليها. طيب الحديث في هذا الموضوع يعني يسرقنا كثيرا مثل ما قلت لك وأسلفت. الآن نريد العودة إلى الشعر مجددا، إن كان بالنصوص بقية وفي الحنجرة متسع كذلك. تفضل يا دكتور. مقطوعة قصيرة إن أحباب. لا مشكلة. أسميته مجرد إنسان. تفضل. يعني هذا من الشعر الإنساني، من الشعر الإنساني يعني. تفضل. من بسمة الأطفال أكتب بسملة، من بسمة الأطفال أكتب بسملة، وجفون ساقية سأقطف سنبلة، لي حكمة النحل الخفيف وفرحة بنجاة طفل من حريق القنبلة، طاغور
طاغور ألهمني قراءة نصه. طبعا طاغور شاعر إنساني. نعم. طاغور ألهمني قراءة نصه فأريته نفسي فأريته نصي فقام وقبل. الله. دم المحروم للمعدم المحروم عش فأجبته أنا معدم أيضا فهبت أسئلة. يا الله. إنسان هذا العصر كيف خلاصه وشقاؤه في روحه المترهلة حتى إذا حار المدى في دمعه ألقى علي الحب ألقى علي الحب حتى بلله ألقى علي الحب حتى بلله. يا الله ما أجمل هذا الحب الذي يبلل الأزهار فيبعث فيها الإنسانية حتى يعم شذاها العالمين جميعا. دكتور وباتكائك على ضميرك الحي أريد إجابة واضحة الآن، ما المطلوب منا اليوم للحفاظ على الشعر العربي شكلا وجوهرا؟ يعني لابد أن نترفع ونتعالى عن نرجسيتنا، لابد أن نضع أمامنا مستقبل ليس فقط الذات. يعني أنا كتبت بعض الأشياء بصراحة. تفضل. ولا أدري، يعني الشاعر والشهرة، الشاعر والوظيفة، الشاعر والمال، الشاعر والحزب، الشاعر والدين. طب متى يمكن أن ننهض بشاعريتنا نحن؟ يا الله. يعني إذا كان أنا هدفي، إذا كان هدفي الشهرة والمال، نعم، أو أنا أترقى في الحزب، أو أنا أكون إعلاميا ناجحا، أو أنا أخرج على فضائيات عالمية، نعم، طب أين أنا إذن؟ إذن أين نحن؟ الكل الشعري هذا المقصود، الكل متى الشعري. سيكون الشعر من أجل الشعر يعني؟ نعم، هناك طبعا تعرف نظريتان في الشعر، نظرية الفن للفن ونظرية الفن للحياة. نعم. حتى هؤلاء الذين يقولون الفن للفن وفقط المتعة والجمال، هم يحتاجون إلى موضوع، يحتاجون إلى حياة للحديث عن هذا الفن. أحسنت. فبالتالي نرجع إلى قضية، إلى قضية الفن للحياة، الفن الملتزم. وهذا لا يعني أن أتخلى عن ذاتيتي، بالعكس، ذاتيتي تنصهر في تجربتي، أنقل هذه التجربة حية إلى تجارب الآخرين لتصبح تجربة إنسانية. أحسنت. هذا هو المقصود. لا يعني هذا خلع الثوب، التخلي عن الجلد، الانسلاخ من المبدأ والعادات والتقاليد والموروث العريق الذي نعتز بانتمائنا إليه. يعني قضية الشعر والنفعية، أنا أسميها الشعر والنفعية. يعني كثير من يقول ما يعني ماذا يعني، هل أنت شاعر نفعي؟ ويعني هي مداولات، لكن هذا لا يعني أن أنا أكون شاعر وأكون تاجر. نعم. أنا أكون، تعرف دكتور، أريد أن أذكر هذين البيتين. تفضل. لشاعر في العصر المملوكي، هذا الذي كان يمدح الشعراء، يمدح الولاء الذين لا يعرفون قيمة الشعر ولا اللغة العربية. تفضل، ماذا قال؟ ترك الشعر وفتح ملحمة، فتح جزارة. نعم. والله وغني، غني زلمة، فشو بحكي؟ فبقول كيف لا أشكر الجزارة ما حييت وأهجر الآداب، وبها صارت الكلاب ترجوني وكنت قبلها أرجو الكلاب. يا الله يا الله، ما أقسى هذا المعنى. بالضبط. ما أقسى. يعني التراجيديا التي يتلقاها الشاعر. نعم. أقول لك محمود درويش رغم شاعريته الفذة والعالمية، إلا أنه كتب قصيدة إذا يغتال للنقاد أحيانا، لأنه في منافسة كبيرة بين الشعراء، وللأسف منافسة يعني تخرج من حد المنافسة الشعرية الفنية. نعم. إلى حد المنافسة والمناكفة والمخاصمة. دكتور، لا مفر من قصيدة جديدة يا بأي سلام. شكل من الأشكال، بأي حال من الأحوال، نريد نصا جديدا، فلسطينيا كان أم إنسانيا أم غير ذلك، من مختلف الأشكال الشعرية أو الألوان والأنماط والموضوعات، لك أن تقرأ ما تحب، الكلمة والمنبر لك مجددا. تفضل. أشكرك يا دكتور مصطفى. تفضل. لم أصبح دكتورا بعد، لكن أتمنى نتقرب من الكرام ونتشبه بهم، إن التشبه بالكرام فلاح. تفضل يا دكتور. يا أستاذ مصطفى، يعني غير مجاملة، والله ما شاء الله عليك. أشكرك. يعني لغة وشعرا وشخصية. يعني تسلم يا دكتور حبيبي، والله. تفضل يا دكتور.
كتبت قصيدة بعنوان الشجرة التي أرادوا قطعها. نعم. كباسط الكف نحو الصبح مؤتلقا، وحامل الطف يستجدي به الرمقا، وزاجر الطير عن يمناه معتنقا، ورابط الجأش إذا ما حلمه غرقا، فوق الحوادث لا يرضى لهمته، ذل الصغار إذا ما غيره نزقا. الله. الساعة الآن في الوطن العربي، في الوطن الكبير، السابعة، تزيد قليلا تقل قليلا، الموسم قمح نبوي والفصل ربيع عربي، وأنا أشرب فنجان القهوة أرقب مشهد ساق الورد خلال صباح عفوي الطلعة، وأرى أما تودع طفلها للروضة، يا الله، حبا صغيرا في زوايا الزحمة وشوارعا كي لا تمل العابرين، وشوارعا كي لا تمل العابرين تعيش أجمل لحظة. ها بائع الكعك الفقير يمد كفا للموظفة الجميلة قائلا، اشتري مني رغيفا واحدا في بسمتي، رشقته عاش محملا دهشتي. شيء حرضني أن أفتح قبل مغادرة المذياع، خرج سريعا مزق ليلا أسرج خيلا وجلا، أوقف حافلة نحو الساحة، هو آخر الدنيا أراه الساعة، وجلا أخرج ورقة وجلا خط الجملة، تلك الشجرة أحرقها جند السلطان، تلك الشجرة أحرقها جند السلطان، الشجرة تلتهم النيران، الشجرة ما زالت في الوجدان، الشجرة تلتهم النيران، الشجرة ما زالت في الوجدان. الله الله، ما أجمل هذه الصورة المبتكرة، الشجرة تلتهم النيران، الشجرة الفلسطينية ستلتهم النيران الصهيونية ولن تنكسر أمامها. جميلة هذه البلاغة المحلقة وطنا وشعورا. تفضل يا دكتور. استبداد. نعم، أحسنت أحسنت يا دكتور. دكتور، يعني نوشك على الختام وسؤالان نريد لهما إجابات سريعة لو تكرمت، إلى الشعر ورسالة القيم وفكرة المبدأ في تجربة كل شاعر، المبدأ والقيم والأخلاق. يعني صعب أجيب عن هذا السؤال. الأصل في الشعر أن يكون ذا قيمة، وأن يكون صاحب مبدأ وصاحب موقف، نعم، وأن يتحمل عبء وزر الكلمة التي يقولها. نعم، جميل. لابد أن يتحمل وزر الكلمة، لابد أن ينفى كما نفي أحمد مطر، لابد أن يستشهد كما استشهد عبد الرحيم محمود، عبد الرحيم محمود، إبراهيم طوقان، نعم، وعبد الرحمن سراج في اليمن قبل أيام قليلة، وكثير من الشهداء الذين خطوا بدمائهم ما خطوه بقصائدهم، فحق لأرواحهم وكلماتهم أن تعيش. الآن إلى فلسطين يا دكتور. مريد البرغوثي. أحسن، مريد البرغوثي أيضا، مريد البرغوثي تجربة تستحق أن نتوقف عندها. إذا أردت أن تصف مريد البرغوثي بشيء، بجملة، بعبارة يخلدها التاريخ، ماذا تقول عن مريد البرغوثي، هذا الصوت الفلسطيني الذي يشبه الزيتون وعبق الصفصاف الذي لا يمكن أن يهود؟ شاعر متمرد، شاعر متمرد، شاعر عرف معنى الكلمة ووعى الكلمة ودفع ثمنها. أحسنت. ودفع ثمنها. أحسنت يا دكتور. كلمة لفلسطين من شاعر ينتمي إليها، كلمة تسجل عليك للتاريخ والوطن والجميع عليها شهود، ماذا يمكن للدكتور خليل قطناني أن يقول؟ أنا أقول بيتا من الشعر واحدا، أقول تفضل. ولست بتارك قلمي حبيسا إلى أن يترك الماء الخرير. الله الله الله، جميل جميل جدا، ذكرتني بمن قال ولست بخالع سيفي وترسي إلى أن يخلع الليل النهار، وهي كانت لي المهلهل سالم، الزير سالم. دكتور، مر الوقت سريعا، شاعرنا وضيفنا وصديقنا الحبيب دكتور خليل قطناني، الشاعر الفلسطيني من نابلس جبل النار في الضفة الغربية
الصامدة المرابطة بأهلها من فلسطين. فلسطين البداية والنهاية دائما. مر الوقت سريعا ونأمل أن يتسع الوقت في هذه الحياة وأن تكون كريمة في قادم الوقت حتى يتكرر مثل هذا اللقاء مجددا، ولعله يكون بشكل مباشر إن شاء الله. سلامي لك وسلامي للعراق، سلامي للرافدين، والتي إن شاء الله نتمنى أن نزورها وهي ترفل بإذن بثوب الله. بثوب الأمن وبثوب الحرية وبثوب الازدهار، وتعود الحدائق المعلقة بإذن الله. شكرا جزيلا لك الشاعر الفلسطيني الدكتور خليل قطناني، كنت ضيفنا من نابلس في فلسطين المحتلة. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من بيت القصيدة. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة الشعر من جديد، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.